هرم الملك بيب الأول واحد من أهم الأهرام اللي موجودة في عصر الأسرة السادسة، بل بالأخص الهرم ده فيه معجزات هندسية كتيرة جدا وفيه كم من الكنوز جواه محدش قادر يوصله لحد يومنا ده. بس يا ترى الهرم ده فيه أي نوع من الأسرار جواه لسه هيكشفها لينا؟ هنعرف كل ده وأكتر في حلقة النهاردة. اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايه الحضاره لنهايه الحضاره. وان شاء الله النهارده هنتكلم عن هرم الملك بيب الاول. وانا بعتذر جدا ان انا الحلقه اللي فاتت اختفيت عنكم او ما كنتش ظاهر في الحلقه، بس ده كان بسبب ان انا حصلت لي يعني ظروف خارجه عن ارادتي. بس ان شاء الله الحلقه دي هنكمل كلامنا عن هرم الملك بيب الاول، وهنتكلم بعد ما خلصنا طبعا الموقع والحفر هنتكلم عن موقع موجود في الهرم ده وهو المجمع الجنائزي. بالنسبة للمجمع الجنائزي لهرم الملك بيبي الأول، هو متكون من 6 طبقات يعني 6 درجات متكونين كلهم من الحجر الجيري. بس الحجر الجيري أنواع، بمعنى إيه؟ بمعنى إن في حجر جيري اتبنى منه الهرم، وفي حجر جيري تاني اتعمل منه الكسوة الخارجية بتاعة الهرم، ودي معمولة من الحجر الجيري الأبيض الناعم، يعني الحجر الجيري اللي اتعمل منه الكسوة بتاعة الهرم غير الحجر الجيري التاني اللي اتعمل منه الحجارة الأساسية بتاعة الهرم. وطبعا عارفين ان الاحجار بتكون انواع كتيره جدا، فطبعا ممكن يفيدكم بشكل كبير عالم جيولوجيا في النقطه دي. انا بالنسبه لي انا فانا اقدر اوصل لك ان الحجر الجيري اللي اتبنى من الهرم مختلف تماما عن الحجر الجيري الابيض الناعم اللي اتبنى منه هرم الملك بيب الاول، الهرم نفسه حجارته غير حجاره الكسوه. من ضمن الحاجات برضو اللي كانت موجوده في المعبد الجنائزي وفي المجمع بشكل عام، هو ان المجمع ده كان فيه معبد جنائزي اللي هو معبد العادي، ومعبد وادي، وهرم عبادة صغير موجود في المنطقة الجنوبية من المجمع، وجسر ما بين معبد الوادي ومعبد الجنائزي، والمنطقة بتاعت المعبد الوادي والجسر ما تمش التقويم فيها لحد الوقت الحالي بسبب ان معبد الوادي زي ما احنا عارفين في بعض المنشآت لسه محتاجة ترميم. فبعد ما بيتم ترميم المنطقة دي هيتم التقويم في منطقة الجسر ومنطقة معبد الوادي عادي. اما بالنسبة للهرم الرئيسي الموجود في المجمع، هو اتبنى بنفس التقنيات وبنفس الطريقة اللي كانت بتتبني بيها الاهرام في الوقت ده من عهد الملك جيت كارع. وزي ما اتبنى الهرم نفسه اتبنت برضو نواة الهرم، ونواة الهرم كانت متكونة من 6 طبقات، 6 طبقات دول معمولين من الحجر الجيري، والحجر الجيري ده كان بين كل طبقة والتانية ملاط، والملاط ده المونة اللي بتكون موجودة بين الطبقة الأولانية والطبقة التانية عشان يمسكوا مع بعض. وبعد كده كل الطبقة دي أو كل النواة دي اتغطت بطبقة من الحجر الجيري الأبيض الناعم، وكل ده اتعمل بنفس الطريقة اللي اتعمل بيها الهرم الأصلي. وبالنسبة للأضرار اللي اتعرض ليها الهرم، فالهرم كله بشكل كامل سليم ولسه بحالته لغاية اليوم الحالي، بس للأسف الكسوة الخارجية اللي كانت معمولة من الحجر الجيري اتاخدت كلها بشكل كامل، يعني الهرم اتجرد من كل الحجر الجيري اللي كان عليه عشان يستخدموا الحجر ده في ان هم ينتجوا الجير الناعم الأبيض. وفي نفس الوقت اللي كان فيه علماء الآثار والمختصين بينقبوا في الهرم ده وفي المجمع الجنائزي، منظمة MAFS المسؤولة عن الآثار وعن التنقيب فيها عثروا على نقش، النقش ده عثروا عليه سنة 1993، وكان لخعموس رئيس كهنة منفيس وابنه رمسيس الثاني. وطبعا زي ما انتم عارفين ان رئيس الكهنه وابنه في العصر ده كان ليهم شأن كبير جدا، وكان الملك بيحاول ان هو يرضيهم باقصى طريقه ممكنه عشان ما ينقلبوش عليه، لان الناس دي كانت تقدر ان هي تاخد منه العرش وتنسبه لنفسها. وطبعا النقش اللي عثرت عليه المنظمه دي بيبين ان في عهد الاسره ال 19 الهرم ده كان لسه بحالته، لان طبعا رئيس الكهنه ده كان ابن لرمسيس الثاني، وزي ما احنا عارفين ان رمسيس الثاني في الوقت ده كان هو ملك مصر، فده بيدل ان الهرم ده في عهد الاسره 19 كان لسه قوي ولسه سليم، بس كان محتاج بعض التحسينات، والتحسينات دي لغايه دلوقتي احنا مش قادرين نعرف هل الهرم فعلا حصل عليها ولا فضل مهمل، لان احنا عارفين ان في الوقت ده كانت مصر بتحارب عدد كبير جدا من الاعداء في الشرق وفي الجنوب وفي الغرب وفي الشمال، فاحنا مش عارفين هل الدوله في الوقت ده كانت فعلا مهتمه بالاثار وكانت بتطورها وبتحاول تحسنها، ولا كانت مهمله للاثار وبالذات ان دي كانت اثار قديمه جدا فما كانوش محتاجين ان هم يرمموها او يحسنوها. اما بالنسبه للحاله الحاليه للهرم،
فبعض علماء الآثار وضحوا إن الهرم في الوقت الحالي مدمر بشكل كامل، والأبعاد اللي قاسوا عليها الهرم هي في الوقت الحالي مجرد أبعاد تقديرية لا أكثر ولا أقل. وبالنسبة لطول قاعدة الهرم فهو 78.75 من 100 متر، أما بالنسبة لميل الضلوع فميل الضلوع بيوصل ل 53 درجة، أما بالنسبة للذروة اللي موجودة في طول الهرم بنسبة تقديرية فهو 52.5 متر، بس زي ما احنا عارفين النسبة دي تقديرية لأن طبعا قمة الهرم بتكون مدمرة بسبب العوامل الجوية. وبالنسبة للآثار المتبقية في الهرم فهي سايبة تل من الرمل، التل ده ارتفاعه حوالي 12 متر، وفي وسط التل ده موجود حفرة، الحفرة دي كان بيستخدمها لصوص الأهرامات ولصوص الحجارة بالتحديد عشان يقدروا يخشوا جوه نواة الهرم ويسرقوا منها الهرم ويسرقوا منها الحجارة اللي كانت موجودة جوه نواة الهرم، لأن الحجارة اللي موجودة جوه النواة بالتحديد بتكون أفضل أنواع الحجارة اللي موجودة في الهرم كله. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن البنية التحتية للهرم، ولما نتكلم عن البنية التحتية هنلاحظ ان وقت ما كان العلماء الآثار بينقبوا في المنطقة دي كانت في كنيسة صغيرة، بس طبعا الكنيسة دي كانت كنيسة فرعونية كانت مقامة في المنطقة الشمالية اللي كانت موجودة عند مدخل الهرم، كانت عاملة زي حاجز وما كانوش علماء الآثار قادرين ان هم يخشوا الممر ده غير لما ان هم يعملوا زي تحديد او يحاولوا ان هم يخشوا منها بطريقة يدوية. بعض علماء الآثار ما قدروا ان هم يخشوا من المدخل بتاع فتحة الهرم، لقوا ان في ممر منحدر، الممر المنحدر ده مبني من الحجر الجيري يقدروا ان هم يدخلوه، بس هو زي ما نقول كده هو مش منحدر قوي، هو منحدر بشكل افقي. وبطول الممر الافقي اللي موجود في الهرم ده في حاجز رئيسي، الحاجز ده مبني من 3 اعمده، التات اعمده دول كلهم مبنيين من الحجر الجيري الوردي. في الاماكن اللي موجوده في الحاجز الرئيسي دعموا الحجر الجيري بجرانيت عشان ما يتمش حصول اي نوع من انواع الخلل اللي موجوده في الاعمده دي، عشان زي ما انتم عارفين الحجر الجيري مهما بلغت قوته برضه بيكون نوعا ما ضعيف، فهم عززوا المناطق دي بثلاث اعمده تانيين من الحجر الجرانيت القوي. اما بالنسبه لتخطيط الغرف اللي موجود جوه الهرم فهو نفس تخطيط الغرف اللي كان بيتعمل في الاهرامات اللي كانت مبنيه قبل عهد الملك بيبي الاول. وبالنسبة لغرفة الانتظار موجودة على نفس المحور الرئيسي اللي موجود جوه الهرم نفسه، اما بالنسبة للغرف التانية ففي غرفة موجودة على نفس المحور برضو، بس الغرفة دي فيها 3 اماكن، ال3 اماكن دول هما 3 اماكن استراحة. وفي الاول وقت ما بان الهرم جوه غرفة الدفن كان ليها سقف، السقف ده كان مصنوع من كتل من الحجر الجيري الابيض، والسقف ده كان معمول من 3 طبقات من الحجر الجيري، وفي كل طبقة كان فيه 16 قالب، ال16 قالب دول كانوا زي آثار أو حاجات تابعة للملك بتخدمه في الحياة التانية. والعلماء قدروا وزن السقف ده بحوالي 15,000 طن، والعلماء لاحظوا إن السقف ده مطلي بنوع من النجوم البيضاء والخلفية بتاعتها سودة، والنجوم دي كلها متوجهة في اتجاه واحد وهي ناحية الغرب. وقدروا علماء الآثار إن هم يعثروا على تابوت، التابوت ده موجود على الجدار الغربي من حجرة الدفن. وبالنسبة للتابوت بعد ما علماء الآثار عملوا عليه نوع من فحوصات لاحظوا ان التابوت ده مش هو نفس التابوت الاصلي اللي موجود جوه الهرم، بل بالعكس هو مجرد تابوت بديل بدل التابوت الاصلي اللي موجود فيه الملك. وبيقترح علماء الاثار وعلماء التنقيب ان التابوت الاصلي تعرض للتلف او تعرض لنوع من العيوب، العيوب دي كشفوا عنها بعد كده، وده السبب اللي تم بيه استبدال التابوت الاصلي بتابوت تاني بدل. الوقت اللي كانت فيه منظمة MAFS بتنقب جوه الهرم ده قدروا ان هم يوصلوا لاكتشاف نادر جدا واكتشاف غريب جدا هيتكلم عنه ان شاء الله في الحلقة الجاية. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكو عن هرم الملك بيبي الاول وعن اكتشافات النادر اللي موجودة جواه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.